بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لا زال كلامنا في حديث الامام الصادق عليه الصلاه والسلام في صفات الامام المقطع الاخير من هذا الحديث يقول الامام الصادق استودعه سره واستحفظه علمه واستخباه حكمته واسترعاه لدينه وانتدبه لعظيم امره واحيا به مناهج سبيله وفرائضه وحدوده فقام بالعدل عند تحير اهل الجهل وتحير اهل الجدل بالنور الساطع والشفاء النافع بالحق الابلج والبيان اللائح من كل مخرج على طريق المنهج الذي مضى عليه الصادقون من ابائه عليهم الصلاه والسلام فليس يجهل حق هذا هذا العالم الا شقي ولا يجحده الا غوي ولا يصد عنه الا جري على الله جل وعلا في هذا المقطع الاخير من هذا الحديث الشريف يقول الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ان الله سبحانه وتعالى حينما اصطفى الامام وعلمه مما يشاء وجعله محلا قابلا لتبوء منصب الامامه فحيث ان الله سبحانه وتعالى عذبه بآدابه فقام بمهمة الإمامة بأحسن قيام، أنت تارة تربي إنسان لمهمة، لكن حينما يقوم بتلك المهمة لا يقوم بها كما تريد لكن الله سبحانه وتعالى حكيم وعالم وقادر فحينما يصطفي اصطفاؤه بحكمه والذي يصطفى الانسان الذي يصطفيه الله سبحانه وتعالى يقوم بالمهمه كما يريدها الله سبحانه وتعالى احنا لاننا نقص مطلق جهل مطلق الا بالمقدار الذي علمنا الله سبحانه وتعالى لا نعلم حقائق الاشياء والاشخاص ولا نتمكن من تغيير الحقائق وانما نحاول انه ضمن الاطر الذي نحن محكومون بتلك الاطر ان نعمل فلذلك قد نخطئ في تقدير الامور لكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير هو الذي جعل هذه القوانين في هذا الكون وهو العالم الذي لا يشوبه جهل ولذلك حينما يصنع حينما يصطفي صنعه يكون احسن الصنع صنع الله الذي اتقن كل شيء فلذلك الذين يصطفيهم اصطفاء الله بطريقه تجعل هذا الانسان قابلا لانه معصوم لا يذنب لا يخطئ لانه عالم يعمل حسب الموازين الصحيحه ولانه متقي يعمل حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى ولانه مجهز بجميع الوسائل التي تجعله قابلا لتبوء المنصب فلذلك يقوم بالمنصب افضل قيام لذا الانبياء عليهم الصلاه والسلام قاموا بمهمتهم افضل قيام رسول الله محمد صلى الله عليه وآله كانت مهمته التبليغ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وقام بهذه المهمة أحسن قيام حس الناس ما اهتدوا أو الكثير منهم لم يهتد فذلك بسبب تمردهم بسبب شقائهم لا بسبب أن الرسول لم يؤد مهمته لا أدى مهمته بأحسن الأوجه. نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى حينما يسأله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك أنت منزه عن أن يكون لك شريك ومنزه عن أن تختار نبيا يخالف أوامرك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم لذا عيسى قام بالمهمة أحسن قيام فلما توفيتني يعني رفعتني إلى السماء كنت انت الرقيب عليهم بعد ذلك انحرفوا، خالفوا، فهذه ليست لأجل ان عيسى عليه الصلاه والسلام وعلى نبينا واله لم يؤد مهمته بأحسن وجه، بسبب شقائهم لان الله سبحانه وتعالى امهلهم جعل الدنيا دار امتحان ولم يكرههم على الايمان، وهكذا بالنسبه الى الائمه عليهم الصلاه والسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قام بالمهمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى منه بأتمّ وجه، حس الناس تمردوا قاتلوا أمير المؤمنين في الجمل وصفين والنهروان وخالفوا أوامره وسببوا القلاقل فهذا من شقائهم، وكذلك بالنسبة إلى سائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام فلذا الامام الصادق في هذا المقطع الاخير من هذا الحديث الشريف يقول: استودعه سره هذا يبين مراحل الاصطفاء لانه اصطفاه الله لذا قام بالمهمه احسن قيام كيف اصطفاه الله سبحانه وتعالى؟ استودعه سره يعني العلوم المختلفه الله سبحانه وتعالى اودعها في هذا الامام بالالهام او بالتعلم من رسول الله محمد صلى الله عليه واله او بتحديث الملائكه اياه. هذه العلوم التي خاصه به لم يكن مامورا بان يبلغها لاحد، بل كان ممنوعا عن تبليغها، لذا اصبحت سرا. زين هذه العلوم ما هي؟ لا نعلم لانها سر. لعلها وسائل أرادها الله سبحانه وتعالى للإمام لكي بهذه الوسائل يقوم بالمهمات المنوطة به، استودعه سره، واستحفظه علمه، يعني أمره بأن يحفظ هذا العلم الذي أراد نشره بين الناس، انتشر ذلك العلم عبر الأئمة ولم يفقد منهم يعني عندنا جانبين علم خاص به وعلم للتبليغ للناس هذا العلم الخاص به لا يرتبط بأفعال الناس من حلال وحرام مو مأمور بتبليغه هذا العلم خاص به والله سبحانه وتعالى فضله بذلك لكن الجانب الثاني العلم الذي اراد الله سبحانه وتعالى ان ينتشر بين الناس. جعل الواسطه النبي ومن بعد النبي الامام. امره بحفظ هذا العلم بحيث لا يزول، يصل للجميع. واستحفظه علمه. واستحبأه حكمته. او استخبأه حكمته. استخبأه حكمته يعني أودعها فيه الحكمة أيضا ترتبط بالعلم ولكن هي وضع الشيء في موضعه لأن الحكمة بمعنى الإحكام من الإحكام ولا يكون الإحكام إحكاما إلا بإذا إذا وضع الشيء في موضعه الله سبحانه وتعالى أودع الحكمة عنده لذا تصرفات تصرفات لا تناقض الغرض يعني يمكن واحد عالم وهو مأمور بتنفيذ مهمة لكن تنفيذه يكون بالطريقة غير المناسبة فيضر المهمة بدل أن ينفعها لكن إذا كان حكيما هو عالم ومكلف بمهمة المهمة بأحسن وجه يؤديها لذا ينجح في المهمة مئة في المئة واستخبأه حكمته واسترعاه لدينه يعني اي طلب منه وامره برعاية الدين بحيث ان هذا الدين لا ينحرف كما حدث للشرائع السابقه حيث ان اصحاب الاهواء حرفوا الدين عندنا في الحديث لعن الله من هود اليهود ومن نصر النصارى الشريعة التي نزلت على موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هي شريعة الله سبحانه وتعالى ودينه هو دين الله لكن بعد موسى حرفوا الدين هو موسى كان حي وعبدوا العجل غاب عشرة أيام ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة هو موسى كان قائل لهم أنا سأغيب ثلاثين يوما الله سبحانه وتعالى لامتحان بني إسرائيل أضاف على الثلاثين عشرة أيام يعني في الواقع موسى عشرة أيام غاب عنهم فزعموا أن موسى قد مات وبنو إسرائيل هم أولاد الأنبياء أولاد يوسف أولاد يعقوب أولاد إسحاق أولاد إبراهيم أولاد أنبياء كانوا ورأوا بأعينهم معاجز موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وكان فيهم هارون وهارون نبي من أنبياء الله وأدى مهمته بأحسن وجه لكن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. زين موسى عشرة أيام غاب عنهم فتم ميقات ربه أربعين ليلة عبدوا العجل. زين بعدين موسى عليه الصلاة والسلام عندما رجع وأمر بإحراق العجل ونسفه في اليم نسفا وطرد السامري من بني إسرائيل. لكن هؤلاء الذين حالتهم هكذا الكثير منهم بعد موسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام انحرف الكثير منهم لعن الله من هود اليهود وكذلك بالنسبه للنصارى ولعن الله من نصر النصارى عيسى عليه الصلاه والسلام بين للناس دين الله بين للناس دين الله سبحانه وتعالى وجاء بالشريعه التي هي شريعه الله لكن بعد عيسى المحرفون جاؤوا وحرفوا الدين بتحريف التوحيد جعلوا عيسى الها لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، هذه طائفه منهم. طائفه منهم جعلوا جعلوا المسيح عيسى ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. والى يومنا هذا يشركون بالله سبحانه وتعالى، بالنسبة للدين الاسلامي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه واله اراد الظالمون تحريفه، لكن الله جعل الائمة واصطفاهم فتمكنوا من حفظ هذا الدين وصل الينا سليما عن التحريف نعم كثير من المذاهب فيها انحرافات سواء عقدية أو في المسائل الفقهية أو في سائر الأمور لكن الدين الحق وصل فالحجة تامة على الجميع وانتدبه يعني انتدب الله الإمامة لعظيم أمره يعني أمره العظيم اللي هو هداية الناس وأحيا به مناهج سبيله وفرائضه وحدوده، يعني كلما الظالمون كانوا يميتون السنن، الإمام والأئمة كانوا يحيون السنن. والفرائض الواجبات والحدود، يعني حدود الدين تشمل جميع الأحكام ومنها الحدود الشرعية في باب الحدود والتعزيرات، الفرائض جميع الواجبات وخاصة التي وردت في القرآن الكريم. وخاصة الميراث. زين هذا الانسان يعني اللي هو الامام الله سبحانه وتعالى امره بهذه الامور، جعله قابلا لها، اصطفاه وسلحه بسلاح العلم والحكمة والعصمة فقام بالعدل. الله حكيم اختار واصطفى. الشخص المناسب بالكيفية المناسبة فقام بالعادل يعني حينما ينهض بأعباء الإمامة على رغم أن ظروف الأئمة عادة كانت ظروف صعبة لأن الطغاة من بني أمية وبني العباس كانوا يعلمون بأنهم قد غصبوا حق الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لذلك دائما كانوا يحذرونهم لأن الغاصب دائما يحذر المغصوب منه. الشيء الثاني الأئمة كانوا يبينون الحق والسلاطين من بني أمية وبني العباس ما كان يعجبهم ذلك، كانوا يريدون أن تكون لهم الرئاسة الدينية مضافا إلى الرئاسة الدنيوية. وكثير من الأحكام ما كانت تتلائم مع شهواتهم واستبدادهم. فلذا كانوا يضيقون على الأئمة بشدة. الى حد القتل بالسيف او بالسم لكن مع ذلك الائمه عليهم الصلاه والسلام بما اتاهم الله من علم وحكمه وعصمه كانوا يقومون بالمهمه باحسن قيام فقام بالعدل عند تحير اهل الجهل يعني الذين ابتعدوا عن الائمه عليهم الصلاه والسلام بآرائهم السقيمة بالقياسات بالاستحسانات راح للقرآن خلط بين المحكم والمتشابه وبين الناسخ والمنسوخ وبين العام والخاص هذا أهل الجهل هكذا كانوا الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يبينون الصواب وإذا اكو شيء من الصواب في المخالفين فهو من بركة الائمه عليهم الصلاة والسلام. كثير من المخالفين كانوا يأتون للأئمة يتعلمون منهم سواء بالمباشرة او بغير المباشرة. ثم بعد ذلك ما كانوا ينسبون المطالب للأئمة عليهم الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك هذا المقدار من الحق الذي فيهم ببركة الأئمة عليهم الصلاة والسلام والباطل الذي فيهم فهو بسبب آرائهم السقيمة. فقام بالعدل عند تحير أهل الجهل وتحير أهل الجدل يعني الذين يجادلون في الله هؤلاء يحيرون الناس لأنه عند جدل يزين للناس بلباقة الكلام واللعب بالالفاظ يخدع عوام الناس ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا لكن الائمه عليهم الصلاه والسلام بينوا الحق صحيح هناك كلام باطل كثير بين الناس وجدل بالباطل لكن نور الحق ايضا وصل للجميع فتمت الحجه على الجميع. زين فقام بالعدل الامام يقوم بالعدل كيف؟ بالنور الساطع. الساطع يعني المرتفع لان النور اذا منخفض لا ينتشر كثيرا. لكن اذا كان عاليا ينتشر وكلما كان اعلى انتشاره يكون اكثر. نور الائمه يعني بيانهم للحق والحقيقه. نور ساطع وصل الجميع والشفاء النافع يعني عندك مشكله فكريه الجواب عندهم كل الحلول عند ال الرسول عليه وعليهم الصلاه والسلام الشفاء النافع بالحق الابلج يعني الحق الاوضح باطل وحق لكن الإنسان العاقل بفطرته يكشف الحق عن الباطل مثل واحد البصير مو أعمى نور وظلمة بعينه يكتشف النور من الظلمة مو بالضرورة تقول ذلك نور وهذه ظلمة هو عند عين يرى نعم إذا كان أعمى لا يميز بين النور والظلمة زين إذا واحد عنده عقل الكلام الذي صدر عن الرسول وعن آل الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام وهو الحق المطلق إذا تخلي بجانب الكلام اللي صدر عن الآخرين من أهل الباطل يتضح النور الساطع إذا عند عقل هذا الإنسان إذا استعمل عقله لذا القرآن الكريم حينما يخاطب الناس يخاطب فطرتهم ويؤكد لآيات لأولي الألباب يعني اللوب اللي هو العقل الخالص من شوائب الشهوات والشبهات وما الى ذلك بالحق الابلج يعني الاوضح والبيان اللائح يعني البيان الذي يلوح للناس يعني يرى للناس والبيان اللائح من كل مخرج يعني أي مجال أكو أي نقطة أكو أي ثغر أكو من ذلك يدخل النور دخل النور لذلك تشوف أهل الظلال حاولوا أن يوجدوا جدارا بين الناس وبين نور أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لكن مشيئة رب العالمين بأن تتم الحجة على الجميع حتى إذا واحد عنده قابلية الهداية يهتدي وإذا واحد هو شقي بسوء عمله فالحجة تتم عليه جعل ثغرات في هذا الجدار الفاصل الذي بناه الظالمون لكي يبعدوا الناس عن نور الرسول وآل الرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام فأي مكان أكو مخرج يوجد مخرج ذلك النور وصل إلى الناس لان الظالمون يريدون لكن يريدون شيئا والله سبحانه وتعالى يريد شيئا اخر ولا يكون الا ما يريده الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والبيان اللائح من كل مخرج اذا واحد ما اهتدى من الكفار إذا واحد ما اهتدى من النواصب من المخالفين لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام فهذا بتقصير منه حتى القاصرون منهم قصورهم مشوب بالتقصير الله سبحانه وتعالى في آية المستضعفين قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض الظلمة يستضعفون بعدين في الآية اللاحقة يستثني إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم المستضعف الذي لا يجد حيلة ولا يهتدي سبيل لا يهتدي إلى سبيل الله سبحانه وتعالى ماذا يقول فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم يمكن لماذا يقول عسى لان قصورهم مشوب بالتقصير كما يقول بعض المفسرين صحيح هو قاصر ما كان يتمكن لكن فيه تقصير لكن الله سبحانه وتعالى بفضله قد يعفو عنه يمتحن في الاخره مره اخرى نار يخلقها كما في بعض الروايات ويأمرهم يأمر المستضعفين بدخول تلك النار فمن دخلها نجح في الامتحان ومن لم يدخلها سقط في الامتحان يعني الدنيا دار امتحان والآخرة ليست دار امتحان لكن هناك استثناء لأن الله عادل والعدل صفة ذات لله سبحانه وتعالى لذا إذا واحد في هذه الدنيا لم تتم عليه الحجة وكان قاصرا الله سبحانه وتعالى في الاخره مره اخرى يمتحنه هؤلاء حاله استثنائيه. مثلا الكافر الذي مات وهو جنين ابن كافرين مثلا طفل صغير اولاد الكفار عمره سنه، شهر، سنتين ومات زين هذا مات ومن من ابوين كافرين لا يحكم عليه بالاسلام. لو طفل من المسلمين يموت الله سبحانه وتعالى بفضله يدخله الجنة كرامة لأبويه. لكن إذا طفل الكفار يموت لا كرامة لأبويه حتى يدخل ولدهم ولدهم الجنة. لكن إدخاله في النار أيضا ظلم. والله ليس بظلام للعبيد فالله يمتحنه. زين المستضعفون الكبار الذين كان يستضعفهم الظلمة بحيث انه نور الحق لم يصل اليهم. هؤلاء قاصرون لكن قصورهم مشوب بالتقصير لانه عندهم عقل، عندهم فطره. صحيح كانوا تحت ضغط شديد. شيء من الحق يكون قد وصل اليهم عن طريق العقل والفطره، لكن لانهم جانب قصور موجود فيهم الله سبحانه وتعالى بفضله عسى ان يعفو عنهم. زين. كذلك بالنسبه للمسلمين الذين خالفوا اهل البيت عليهم الصلاه والسلام هؤلاء قد يكون فيهم قاصرون لكن قاصر قصوره مشوب بالتقصير فيقول الامام الصادق عليه الصلاه والسلام بعد ان يذكر صفات الامام ونور اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وصل الى كل بيت، ما وصى به الرسول حولهم وصل الى كل بيت، حتى الان النواصب في العصر الحاضر لا يتمكنون من الغاء جميع فضائلهم، يضطر ان يذعن لبعضها، مضطر بذلك، لانه لا يتمكن من انكارها، لان الله سبحانه وتعالى بحكمته قد أحكم ذلك حتى الحجة تكون تامة على الجميع بعد ذلك يقول الإمام: فليس يجهل حق هذا العالم إلا شقي الشقي الذي هو سيء الحظ بسوء عمله لأن الله ليس بظلام ما خلقه شقيا لا وهديناه النجدين لكن هذا الإنسان بسوء عمله اشترى لنفسه الشقاء ولا يجحده إلا غوي يعني, يعني الذي أغواه الشيطان ولا يصد عنه إلا جري على الله جل وعلا هذا الإمام بهذه الصفات زين أنت ليش لا تعلم به؟ ذاك ليش لا يعلم به؟ لأنه شقي بسوء عمله الإنسان إذا أراد الحق الله سبحانه وتعالى يهديه. لأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء طبعا بحكمته أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. زين الله يشاء اعتباطا؟ كلا الله حكيم يشاء بحكمة. يشوف هذا الإنسان يريد الحق. الله سبحانه وتعالى يهديه إلى الحق يعني شنو يعني يجعل الطريق الذي يوصله إلى الحق زين هو باختياره يسلك ذلك الطريق فيسعد لكن واحد بسوء اختياره زين يقول واحد نقل من الأصدقاء يقول أعطيناه كتابا حول حق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فتح الكتاب قرا صفحه صفحتين اغلق الكتاب وقال لا. انا عندي قناعات ما اريد هذه القناعات تتزلزل. زين اذا انت قناعاتك حق ليش تخاف من الباطل؟ القران الكريم مليء بالمحاججات ينقل كلام الكفار ثم يحاججهم. فهذا الانسان في يوم القيامه الحجه تامه عليه. إجت الهداية إلى يدك لكن أنت رفضتها إذا جاهل فهو شقي بسوء اختياره وإذا جاحد الجاحد عادة يستعمل في من يعلم بشيء بقلبه لكن ينكره بلسانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا هذا بعد مو فقط شقي بل تعدى درجة الشقاء إلى الغواية ولا يجحده إلا غوي زين مرة واحد يجحد لنفسه ما يريد يهتدي واحد يجي يخرب يصد عن سبيل الله فهذا جري على الله سبحانه وتعالى له جرأة جرأة تدخله في قعر جهنم ولا يصد عنه إلا جري على الله جل وعلا وفي ختام هذا الحديث نحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا إلى ولايتهم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.